بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء إنما كنتم، ينطلق على حضراتكم هذه الأشواط. الشوط الإذاعة أيضا ينطلق هنا مع أيضا انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين مباشرة مع المركز الأول. أيضا هناك مع الصدارة الذيبة سعيد بسنوت الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الظبي علي بن محمد الوهيبي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الشهنية علي بن محمد المالكي على المركز الثالث. والمركز الرابع الوصول والتقدم من الشهنية، ويتواجد هناك أو من ياسر كان بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع هنا التواجد من الشهنية بدر بن صغير المالكي. والمركز الخامس الشهنية راشد بن صغير الحجري من ينطلق على خامس المراكز. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. يا سلام، هذه الاندفاعة من الثلاثية المنطلقة هناك مع المراكز الأولى. تبارك الرحمن، انطلقت الذيبة سعيد بسنوت الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول نحو الصدارة هذا الشوط، والانطلاقة مع الصدارة المركز الثاني الظبي مع المركز الثاني علي بن محمد الوهيبي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث القادمة مع المركز الثالث والتقدم أيضا مع مراكزنا الأولى والمنطلقة. يا سلام، هذا التحديات مع الشهنية علي بن محمد المالكي على المركز الثالث من ينطلق على الكوكب الثلاثية. شوف الفارق البعيد ما بينه وبين المشاركين. خلونا مع الثلاث المراكز الأولى المنطلقة يا مخرجنا اللي تتابع الذيبة اللي في مقدمة هذا الشوط ومنطلقة نحو المركز الأول. بدأت من تنطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الشهنية علي بن محمد المالكي على المركز الثاني. المركز الثالث الظبي على ثالث المراكز أيضا علي بن محمد الوهيبي من ينطلق في هذه اللحظات على الكوكب الثلاثية الجميلة والمميزة. الكل يطمح من أجل الانتصار والناموس هذا الشوط، منطلقون من أجل الانتصارات في هذا الانطلاق الكيلومتر الأخير من ينطلق مع المركز الأول. وقطعت المسافة الكيلو متر الأخير الذيبة الذي تنطلق في هذه اللحظات من تنطلق مع المركز الأول. يا سلام، الانطلاق مع الذيبة سعيد بسنوت الوهيبي ينطلق في هذه المراكز الأولى والمركز الأول. المركز الثاني الشهنية علي بن محمد المالكي ينطلق على المركز الثاني. الاسمين أيضا الخطرين نحو المراكز الأولى والانطلاقة في هذا الشوط. الله على هذا التقدم الجميل والتقدم المثير الذي تتقدم به الجميع نحو مراكزنا الأولى. يا سلام، الاثنين منافسين مع بن سنوت والمالكي من الجانب الآخر. هناك بدأت التحديات والضغوطات من الشاهنية اللي غيرت مسار الشوط. علي بن محمد المالكي اللي ينطلق مع المركز الأول منطلقا نحو الناموس، لكن الذيبة تعود تحاول من جديد. سعيد بن سنوت الوهيبي ينطلق مع الذيبة على المركز الثاني. هذه الاثنين المشاركين هنا بدأت التحديات الجميلة والتحديات المثيرة. يا سلام، الذيبة 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 تعود من جديد نحو المركز الأول. الشاهنية تحاول من الجانب الآخر. المالكي ما زال الأمال الكبيرة، لكن الذيبة ما زالت في الصدارة وفي المركز الأول. من يقود هذا الشوط؟ سعيد بن سنوت الوهيبي منطلق نحو الصدارة نحو المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل والتألق المثير. الذيبة سحبت هذا الشوط. سعيد بن سنوت الوهيبي المركز الثاني، الشهنية علي بن محمد المالكي المركز الثالث. شوف الفارق البعيد ما بين الاثنين، هذا العملاقين وهذه الهجن. تبارك الله، المشاركة فارقت منذ البداية حتى الأمتار الأخيرة وحتى خط النهاية، وعزلت أيضا بالفارق البعيد المركز الثالث. شواهين محمد بن علي بن ثابت الوهيبي. توقيتنا الزمني 4:39 هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس.